تفاجئت ان بعض اصحاب سيارات الاجره اعترضوا الطريق ديال احدى السيارات ديال الشركه اللي هي من نوع مرسيدس فيتو اللي تتهز السبعه ديال البلايص. السياره جات لاحد الفنادق اللي تنشتغل معهم بحجز مسبق من الفندق بطلب من الزبون. هزات الزبون وتفاجئنا ان الطاكسيات براكوها في وسط الشارع وكاين الزبون كاين لو كليون في الطوموبيل. ما خلاوهاش تمشي. جاو الشرطه، جاو اصحاب الشرطه، مشى كلشي داونا للدائره ديال الشرطه اللي كاينه في اللوداني. دار البحث، عطاو اصحاب الطاكسيات اللي كانوا تما، عطاوهم الاوراق ديالهم، مشاو في حالاتهم. وتنتفاجئ ان السياره ديالي هتمشي للمحجز البلدي. نوع المخالفة ما عرفتهاش حيت ما قالوها ليش وما عطوني التورقة. أنا الأوراق كلهم عندي كاينين، المانيفيست اللي هو بيان نقل المسافرين كان معمر مسبق، عندي إيميل اللي فيه الطلب ديال الحجز، السيارة تتسوفي الشروط ديال كيت شارج ديال النقل السياحي، كل شيء أون ريغل. ومشات السيارة واخا داكشي مشات لافوغيير، ما عارفينش السبب وما عطوني التورقة. هذا ماشي أول مرة يطرالي هذا المشكل، هذا المشكل طرالي بزاف د النوبات. وهذوك أصحاب بعض أصحاب الطاكسيات اللي تيتعرضوا لي فاش نجي تيتعرضوا السيارة ديالي. علاش؟ حيت هما الجوج أنني ما خصنيش ندخل لهذا المجال اللي هو ديال تيعتبروه أنه مجال ديال الرجال فقط. يعني ما بزاف ديال الناس تيجيو لذاك الفندق اللي هما ديال النقل السياحي وتيخدموا مزيان، ما تيتعرضوا حتى حد، مي هما تيتعرضوا السيارات ديالي حيت ديالي انا، حيت انا امراه وقال لك هو هذا المجال ديال الرجال وتيعتبروا انني انا تندير لهم الخدمه اللي هي من حقهم. الوغ هما يساجي ديال جوج ديال لي كاتيغوري اللي هما مختلفين. انا نقل سياحي تنجيب دي فواتور دو لوكس اللي تنخدم بهم، وهما سيارات الاجره اللي انا اللي هي مخصصه لنقل المواطنين اصلا، اللي تنرجعوا فاش تنرجعوا للظاهر الشريف تنعرفوا ان هذوك سيارات الاجره داروا لتخفيف الضغط على اللي في النقل اللي كاين في الدار البيضاء. يعني هما بلاصه ما يبقاو جالسين في الاوتيلات يمشيو يخدموا خدمه واحده اخرى، ولا ما يعترضوش الطريق ديال المواطنين. انا تنطالب بحلول اللي هي جذريه في هذا النطاق هذا، حيت هذا المشكل كبير وكاين في الدار البيضاء بالخصوص، كاين في مدن اخرى ولكن كاين في الدار البيضاء بالخصوص. خاصنا نلقاو حلول معهم، حيت حنا تنخدموا على حساب لي كايت شارج اللي عندنا وعلى حساب الجريده الرسميه اللي خارجه، تنخلصوا الضرائب ديالنا. السائقين اللي كاينين خدامين معنا كلهم عندهم الاوراق الرسميه ديالهم، ما كاينش علاش انه يطرى هذا البلوكاج. انا تنتفاجئ ان دابا هذا النهار تنحس بالحقره، حيت ما قديتش ناخذ حقي، حيت انا دابا مازال قدام الدائره فين مشات السياره ديالي للحجز، مازال ما عارفه شنو ندير وما عارفاش السبب علاش مشات السياره. داوها وهي فيها الاوراق كاملين، البيرمي موجود، البيان نقل المسافرين موجود، الايميل موجود، شنو هو السبب باش مشات؟ حيت انا امراه ما خصنيش نستثمر، خصني نمشي في حالي، شنو خصني ندير؟ نسد هاد الشركه ونجلس في الدار كيما بغاو هما؟ حيت ديما تيقولوا لي هاد الجمله ديما تتعاود.